لكن الأمر الآخر وهو النظرية الموضوعية. النظرية الموضوعية يقولون أن الله يعطي الموضوع للنبي والنبي يكتب ما يريد، لكن في هذه الحالة يستخدم حرية النبي بالكتابة، تمام، بس لا يستخدمه الله، لكن يترك النبي ليعبر بطريقته الخاصة، ودي مشكلة كبيرة، لأنه أخطاء النبي تكون موجودة ويغلط كتير ويرجع في كلامه ويقول أنا ما قصدتش كده وأنا قصدت كده وفهمت ربنا غلط، فعشان كده النظرية دي غير مقبولة.